أم علاوي بسك من التفرفير فريتي لي راسي خل اسمع الدعوق يحدث. انت الميلزات هني لا تسألين عني شو استوى فيني وشو من البله علي. شو يعني بيستوي عليك؟ احنا كان بنحاتي حد بنحاتي اللي حواليك يمكن استوى عليهم شيء. انا من اصبحت للحين اسهال ما وقف ما خليت لا خيله ولا مره ولا زموته ولا زعتر الا وشربته. يا بطني ليش انت شو كلتي؟ شو كلت يعني؟ اكلي اللي اكل دوم خمير وشباب شباتي محله وصحن هريس وصحن عيش ولحم قصيده وحليب بوش والقيمات بس. شو كلت يعني؟ ويلا بد ما اكل خنفروش، ترى الخنفروش والقيمات ما يتوالفون. خنفروش؟ ما اكلت خنفروش. واي بطني عورني شوفوا لي صرفه بموت. ام خماس حبيبتي احسن شيء نوديك المستشفى وناو سفروني برا. هي ودوني المانيا الحين عسب حيسه تبينا نتزرزر كلنا ونسافر المانيا. ام خماس حبيبتي شوفي انا بوديك مستشفى خاص بتحسين كأنك في ألمانيا ودرجة أولى بعد. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو مستوي؟ طمنا يا دكتور. أحسن الله عزاكم مقدما. الدوام والبقاء لله، الدوام والبقاء لله. تعال أبوي بوايهك. شو توايهين أنت بعد؟ أحسن الله عزانا في منو؟ أحسن الله عزاكم في أم خماس، باكيلها 10 أيام وساعتين وثلاث دقايق واثناشر ثانية وبتموت. أموت؟ لا! ويه، طافت 10 أيام؟ لا، هذه بس أغمى عليها، باكيلها 10 أيام وساعتين وثلاث دقايق وأم 9 ثواني وبتموت. أم علاوي قومي سيري تطلعي أم خماس شستوى عليها من يوم هذيك السالفة وهي عندها الوسواس. أنا لو ركبت شلني كسرت لها. أم سعيد حبيبتي أنا تعبت من كثر ما أكلمها، قلنا لها هذا الدكتور مخرف والمستشفى الخاص استغنى عن خدماته وموجود في مستشفى الأمراض العقلية بس بعد مو بصدقة. زين بتخبركم يوم الأوادم بيون يعزون وين بني اللسم ماشي مكان خلي نسوي خيمة خاري. أم علاوي الله يخليك ودي أم سلم وين ودوا دختر أم خماس تراها خبلت بي. أم علاوي الله يخليك سيري شوفي منو عند الباب. السلام على من اتبع الهدى. أم علاوي عد الطلابة 5 ربيات ونوي فيها عن روح أمي. هاي مو بطلابة هاي مخماس. أم علاوي أحضري 5 ربيات حتى تصل الصدقة إلى روحي والدتي أم سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خماس ويدي شو مسوية بعمرك شي وش أنا مقصرة كندورتك؟ تقصير الثوب من السنة يا أم سعيد. من السنة حق ريايل مو بحق الحريم. تعالي تعالي سي الله هداك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم هي بعينها أم خماس صاحبة مطبخ الناس. نعم غيرت اسمه للناس كي يصبح وقفا لجميع الناس. إرث أدق في إرث كلا وألف كلا. أنا لا أدق المعلاية بعد اليوم، أنا فقط أنشد الأناشيد والإيقاع المستخدم إسلامي 100%. أقول لك ما أدق معلاية ما تفهم؟ كم؟ قلت كم؟ 300,000 وما عرفت اتصل قبل ما أتطوع يا الحين تقول لي لا يا أناشيد.
انت شو تبي بهالعراس؟ لو جالسه مسبحه ومستغفره احسن لك. الواحد يا امي ما يدري متى بيموت، يمكن هالدقيقه كلنا نموت. يا حساف على شبابك يا مخماس، يا حساف على شبابك، ويا حساف على شق العمر بذاتي معظمها تصدقت فيهن. تبرعت لبناء 5 مساجد وحفر 25 بئرا و4 مدارس وبناء 3 عمارات في جزيرة النخلة، وقف للأيتام. الله أكبر، كل هالبيزات عندك؟ وين داستنها؟ مخماس، أنا حيد أنك متسلفة عني 1000 ربية ما رديتيها. والحين ردت لك الذاكرة يوم اتطوت؟ حبيبتي مخماس، إذا تبين ترضين ربك مو بس بالتبرعات، أنت الحمد لله وحدة مصلية وذاكرة ربها، باقي لسانك تيودين عن الناس بس. مارو، حطي على بوزك لزقة، ولازم تتسامحين من الناس كلها. وأول وحدة أم جميل. لا أم جميل، لا. إذا مصرة وتبيني أسامحك بوسي يدي. أم خماس، أنت مريض محموم، معقول ياي تدفع اللي عليك؟ خلصني، كم علي؟ وراي فريج كامل أمر عليه. حسابك محفوظ في قلبي يا قلبي من غير أوراق. 7334 درهم فقط. 7334 يني يركبونك إن شاء الله يا الحرامي، يا الزط، يا مسود الوي، يا بس شري حاضرة وممنونة. اتذكر يمكن لك بعد نص ولا 4 آنات. لا، انت اكيد فوق راسك حمى. يوهو، حرية، السلام عليك، ما عرفتني؟ عليك السلام ورحمة الله. لا والله ما عرفتك. منو انتي؟ انا ام خماس. ها؟ ام خماس، ايش حقه متراقبة؟ وشو مسويات مسويه الحين؟ خبريني. لا، انا الدين. وشي اول مره تدينين؟ ما تم حد ما يطالبك في الفريج، ما بشي جديد عليك، انت اول مره تدينين ضاريه. لا اقصد اتطوعت وياي اتسامح منك واهديك. وين اتطوعت؟ ان شاء الله في الهلال الاحمر. وياي تهديني بعد؟ وانت من متى تهادين؟ وانا يا ام خماس من عرفتك برميت حمرها ما عطيتيني، والحين يا اتهادين؟ أنا يا أقول لك توب، توب إلى الله يا حرية، توب. أتوب؟ وشي؟ شو قالوا لك؟ شو مسوي أنا؟ أنا الحمد لله رب العالمين، وينسى وانا أصير وناي من البيت للمدرج للمسجد، وإذا صرت المدرج أشجع المنتخب. هذا صوتي مضعورة، لكن صوتك أنت العورة. لا تم يا أهل في الفريج، لا تم تلفزيون، لا تم رادو، لا حتى استويت دعايات عند اللوادم يطلعون بالشرق والغرب. منو ما يعرف جتيحي؟ خبريني يلا. توب إلى الله يا حرية، توب. نعقو شوي تابوت إن شاء الله، قولي آمين. توب إلى الله يا حرية، توب. إن شاء الله. ما قصرتي، أنت هديتيني وأنت الحين تدوري مصلحتي. لازم بعد أنا مخماس أهديت شيء من خاطري. أصبري شوي أنت، دقيقة ساير يعينك. زين زين. سيره بلا رده أكو درب، لا عين انشافت ولا رب الحفظ، وإن شبرتي مرة ثانية هنا بزوالك. وهاوي هي انغنيت وياك مرة ثانية، انفدي. كان حطيت فيه عيش ولحم بالمرة، انسحبوا. أم سعيد، اليوم سوف يأتي العمال كي ينصبوا الخيمة برا، حق المعزين الحرامي الزطوط المحتالين. خذوا عني 30,000، يعل 30,000 زقون في بطونهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يكملك بعقلك يا مخماس. بخبرك عاد زهبتي الكافور. هذا اللي بتموتني قبل 10 أيام. كامل العدد. منو يدق علينا الباب بعد؟ السلام عليكم، نريد أن نقابل الشيخة أم خماس من فضلك. اقربوا اقربوا، أنا مسوي محاضرة دينية هني عندك في البيت علشان تأخذين الأجر. اقربوا اقربوا.
الشيخة أم خماس، أكرمك الله، حبينا نستفسر منك، هل يجوز للخياط الهندي أخذ القياس للسيدات؟ أو أن تركب السيدة مع الدريول الهندي ولمسافات طويلة لوحدها؟ يقول البحبحاني. من بعد هذا البحبحاني؟ هذا اللي بيحل هالأمور. قيل جائز وقيل واجب، واجتمع جمهور العلماء على أنه حلال إذا كان هندي، أما إذا كان من جنسية أخرى فحرام حرام. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. هل يجوز للفتاة المسلمة أن تظهر الجزء الأمامي من شعرها؟ يعني تطلع قصتها. يقول البهبهاني إذا كان الأمر كذلك فيجب أن تخلعه كاملا. نعم كاملا، لأنها بذلك تدخل على نفسها صفة النفاق، فلا هي متحجبة ولا هي غير متحجبة. تكبير الله أكبر. وابويه وابويه، فسخت الأوادم؟ حسبي الله عليك، الحجاب فرض فرض. هل يجوز لبس ثوب غير أبو تيلة؟ يقول البهبهاني يكون من العولمة. أي لبس آخر غير أبو تيلة يكون من العولمة. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. أم سلوم، طب يلا أنت الحين لو سألنا شو العولمة ما بتعرفينها، تقصين على وادم بهاي الرمسة المخبقة والناس الخدي تصدق. أم علاوي، لا أجد عندك بعض الكتب والأشرطة الدينية نوزعها هدايا للحضور؟ كل اللي عندي أشرطتك مال معلاية. لا لا بس خلاص خلاص. الشيخة أم خماس، كم هي عدد المرات المستحب فيها الحج؟ يقول البهبهاني إنه جائز وقيل واجب، واجتمع جمهور العلماء على استحبابه مرتين أو ثلاث في السنة. سود الله ويهج، الحين موسم الحج مرة واحدة في السنة، ما يبالها مشيخة يا المدعية عدد الذنوب اللي معتيه في هاليلسة مال 20 سنة. تكبير الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا حسافة على عقلة شم خماس. كم باجي من الوقت؟ 5 دقائق. 5 دقائق. الطقاقات جالسات في الخيمة مالت 30,000 جاهزات المناحة. كل شيء جاهز، بس انتي موتي ولا تحاتين. زين هلا هلا بعماركن، ما وصيكن على أم سلوم وما وصيت أم سعيد بالقهوة الغاوية في العزة. كم باقي؟ باقي ثانية. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى جنة الخلد يا أم خماس. أم سلوم، أم سلوم، أم سلوم ماتت. أم سلوم ماتت وأنا ما مت بعد هالمخاسير كلها والسبوحات كلها والخيمة اللي ب30,000. أم سلوم تموت ويعزون أم سلوم فيها وأنا أدفع. أنتي ما تستحين؟ الحرمة طاحت علينا وأنتي تحاتين الخيمة؟ حسبي الله عليك. لا الحمد لله عايشة، بس الظهر غم عليها من الانفعال على أم خماس. خوزوا عني، بصير الحق اللي أقدر الحقه، بأجر الخيمة اللي برا حق أي حد بالمعاريس، وبطالب المؤسسات الخيرية برجع كل فلوسي، وبصير أكسر إيدهم جميل ورجولها بعد. قوموا عني. لقد تبين لدي الآن أنك مسحورة. أم سعيد حبيبتي، شفتي هاي القناة؟ شفتي هذيل اللي يدعون الدين والصلاح ويستخفون بعقول الناس ويقصون عليهم، يقولون لهم أنتم مسحورين وقروا شي وسووا شي أمور لا سمعنا عنها لا في الكتاب ولا في السنة. أنا مو متصورة أن أي إنسان مسلم في عقل ممكن يصدق هالأشياء. لا ويقول لك يرقونهم عبر القمر الصناعي. إحنا ما سمعنا مطوع يتعامل بالسحر، اللي يتعامل بالسحر ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. فري فري عن هالمحطة المسخرة، يا تحطينا مسلسل بدوي ولا شيخ صدقي يحدث.
مأكد. الشيخة الفاضلة أم خماس تقولي لنا إيه رأيك كده بتبرج المرأة؟ يقول البهبهاني أنه جائز بل قيل واجب إذا كانت الفتاة آنسا أن تتبرج تبرجا مبرحا. يا لهوي، مبرحا؟ نعم، لأنه إذا كانت آنسا لابد أن تكفخ بالمكياج وجهها كفخا، أما إذا كانت متزوجة فلا يجوز أبدا أبدا. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. مشحون يتعلم من كتبه وقرايه، ادخل حسن واظهر حسون، اكتبوا لهم ديك ودياير. بس العيايز مر مشحون يتعلم من كتبوا قرايه، دخل حسن واظهر يحسون، تبولهم ديش ودياية. الكبار ما يحتاج يقرون، عيالهم عنهم كفاية، يوم هي ونوى ودشون، سروا البراجع في الوقاية. يبغن وظيفة تلفزيون ولا مهندس للبناية، عيالهم باتوا يصيحون وحق الريل قالوا براية. Mm-hmm.